الرياضة ديما تكون هي أكثر حاجة نخطولها في السنة الجاية متاعنا. اليوم باش نتحدثوا عن تمارين مع المدرب الرياضي شربل. صباح النور شارب. صباح النور. يلا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. يعني سمعنا الامنيات للعام الجديد، ما هي امنيتك للعام الجديد؟ انه امنيتي انا شوف هالعالم كله. نعم تشجع اكثر الناس انه يمارسوا رياضه. هلا هي هيدي ما في شك، بس انه امنيتي انا شوف هالعالم تبطل جوعانه، تبطل تنام جوعانه بكل دول العالم. يعني اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. بيه. اليوم التمارين اللي قلنا عليها بتكون تمارين الاطاله للعضلات، صحيح؟ مزبوط. الاطاله العضليه هي ما تعنى بالستريتشنج، هي كل العالم مفروض تعمل هيدي التمارين، ان كيس كانوا عم بيتمرنوا، اما عم بيقعدوا ورا المكتب، اما عم بيسوقوا. كل العالم مفروض تعمل هيدي التمارين كل فتره ساعتين ثلاثه. مفروض واحد يعمل شويه ستريتشنج للمسلز تبعه كرماله ما يعيني مشاكل على اللونج تيرم طبعا. طيب شنو هو الفرق بين التمارين العاديه المكثفه وتمارين الاستطاله؟ التمارين الاستطاله هي متابعه لاي تمرين نحن بنقوم فيه، لاي تمرين رياضي بنقوم فيه. دائما نحن قبل ما بدنا نبلش تمارين تبعنا لازم نعمل التمارين للاستطاله، يعني نعمل ستريتشنج للمسلز، نكون مجهزين حالنا، وبس نخلص التمارين تبعنا كمان مفروض نرجع نعمل نفس الاكسرسايزز للمسلز لنرجع نرخيهم لما يصير عندنا كرامبات ومشاكل. جميل. به خليوا لك الساحه مالها ونشوفوا تمام. يلا هنبلش اول شيء بالستريتشنج للرقبه تبعنا للعنق. نبلش على الجنب بنقط راسنا، نفتح قد ما فينا المصل تبع الرقبه. اوكي نعمل سويتش. فينا كمان نحمل وزن بايدنا ليكون الكتف شادد لتحت بعد اكثر. نرجع بنبرم لكامل العنق، سويتش. اوكي رح نعمل هلا للاكتاف سايد. نعمل سويتش. يعني كوتش امين بيجرب انه يتابعك في الحركات. هل ممكن اذا الانسان مش معود عليها وشد على نفسه بزياده ممكن انه يؤذي؟ لا 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 ما في اذيه، بالعكس ما في اذيه. اوكي اذا ممكن تتابع. هلا في حركات نحن بتكون ثابته وفي حركات بتكون متحركه اكثر. فول رينج اوف موشن بنكون عم نفتح بهيدي الطريقه، بنكون عم نشغل نحن عضلتين ام اكثر من عضلتين. اوكي رجع نفتح على الاخر بهيدي الطريقه. نحن بنكون عم نعمل ستريتشنج للصدر، لعضله الصدر وللكتف من الخلف. تمام. اوكي رجع نطلع. كل ما نحن نقدر نرجع ايدينا لورا كل ما افضل. إذا كنا بنادي رياضي مفروض يكون المدرب معنا، يكون عم بيشد أكثر معنا، يا أما نحن فينا نستخدم الحائل، بنحط إيدنا بنفتح نحن بعكسه، بنشد بعكسه، بس نحس بالوجع بنكون نحن عم نستفيد، بيكون العضل عم يفتح الماكسيموم. أوكي؟ هلا رح نشتغل على رجل، رح ناخذ نحن ستريتشنج، رح ناخذ للكوادريسبس تبعنا، رح نفتح على الكالف. بس نشد على الاخر بدنا نحن ننزل مع اجرنا بهيدي الطريقه. نحن بنكون عم نحس بوجع لانه بنكون عم نشتغل للكواد وللكالف طبعا. اوكي رح نرجع نطلع صايد، رح نكون صايد بهيدي الطريقه، كعب الاجر على الارض، كمان رح نفتح صايد. هلا هيك عم نحط بريشر نحن على الهامسترينج تبعنا. سويتش ننزل اجرنا، صرنا على الجنب. اوكي لنحن ناخذ تارجت اكثر لازم نطلع بايدنا نفتح سايد، سايد بعكس الاجر تبعنا. اوكي بنكون نحن عم نفتح الخصر تبعنا اكثر. لان سويتش كمان نفس العمليه. دائما نحن اقل من 8 ثواني الستريتشنج
لنفس العضله ما بنكون عم نستفيد، لازم بين 8 و 15 ثانيه الحركه تكون عم نشتغلها. اوكي نزل لا كمان سايد اوكي قد ما فينا بدها تكون اجرنا مفتوحه، اذا بنطعج اجرنا رخينا الحركه على المصل. سو لنكون كامشين العضل مظبوط لازم نكون فاتحين اجرنا على الاخر. كمان سايد نطلع ننزل بعكس الاجر. لاي درجه مهم تنظيم التنفس مع تمارين الاستطاله؟ اكيد بالرياضه ككل لازم نشتغل على النفس بلس بالستريتشنج. بهيدي الرياضه لازم نشتغل على النفس لنكون نحن عم نعمل امتطاط للعضله تبعنا. اوكي رح نفتح نحن للكور تبعنا للابز لعضلات المعده. ننزل لنقرب ايدينا لقدام لنفتح على الاخر. نرجع نحن بنطلع بطريقه كرمال نفتح الكور اكثر. نشتغل على الجلوتس. نحط ايدينا بهيدي الطريقه بدنا ننزل بهيدي الطريقه بدنا نشد الماكسيموم. بدنا نفتح التشست لبرا نشتغل بعد على الاكتاف. نفتح ايدينا لبرا بعد اكثر نفتح لبرا بنعلي راسنا دائما اكتافنا للخلف والصدر مفتوح. لازم نحس بنكزة وجع باللور باك تبعنا لأن هو عم نكون عم نحرك نحن عضلات الكعب الظهر. اوكي نرجع بدنا نشتغل على موضوع لنكمل عضلات اسفل الظهر. لازم ننزل بطريقه كل ما نكون نحن عم ننزل اكثر كل ما نكون عم نستفيد اكثر. لازم نكون عم نشتغل. هلا بنطلع على العضلات لورا على الماكسيموم على الاخر. نعم نفتح نرجع بننزل نرجع على الخلف كرمال نفتح عضلات الظهر. بهذه الطريقه بنكون نحن شغلنا تقريبا كل عضلات جسمنا واخذنا نتيجه. وبنصح كل العالم ان كيس ما عم يعملوا سبور او ما عم بيعملوا سبور يعملوا الستريتشنج. يلا بدايه العام ان شاء الله تكون هكا الناس كل تتشجع وتعمل سبور. كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا.